يا مرة يا مرة، مفيش حد هيعمل اللي انت عايزه تعمليه ده يا مرة. كل وصف لاعمل اللي في دماغه وروح دريم بارك واتزحلق. كبار احنا الكبار ايه، كبرنا وخرفنا ما حدش هيعمل. الناس هتقول علينا ايه يعني؟ انت كبرت وخرفت حاجة؟ ما ينفعش اللي انت عايز تعمل دي، ما ينفعش يا بابا. ماليش دعوه بحد ولا حد يقول عليا حاجة ولا حد له عندي حاجة. انا عايز اروح دريم بارك حالا. لا رب، واحنا هناك تتخبط في مرجيحة يا شيخ، هيجيلك ارتجال ايه، يجيلك حرقان في المزلقان وما تلاقي اسعاف تشيل اللي جابك. انت بتدعي عليا يا راجل؟ انا ناقص عايزني نموت عشان تروح مع مراتك التانية ولا تتجوز عليا وتروح انتوا الاثنين دريم بارك من غيري؟ لو اسحت منك سكر يا حاج انا اقوم بالزوج احسن، بدل ما تتخيلينا في فيلم اجنبي وانا داخل الجيش وانت بتولدي. اي قصدك؟ ما بقول لك اقوم اتلحلح، يلا عايز اروح دريم بارك. 2 hours later. حاجو يا حاج، الحقينا يا حاج، تعالى بسرعه. ايه يا اخويا اللي انت عامله في نفسك ده؟ مش عارف انزل حاجه. طب ما تنزل يا راجل، انت راكب على ايه؟ ولا بتاع الحصان الزبله ده؟ استنى انزلك حاجه. الحاجه حاجه، الحاجه سايق يا حاجه. يا راجل يا ناقص، اللي انت بتعمله دي ايه؟ الحاجات دي من سنك ابو اللي جابك مره؟ سبتني العالي، انا روبك جرابه.